الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الأول فليس قبله شيء، وهو الآخر فليس بعده شيء، وهو الظاهر فليس فوقه شيء، وهو الباطن فليس دونه شيء. حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صفيه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة، وركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك، ولا يتنكبها إلا ضال. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ومن سار على دربهم واقتفى أثارهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة في الله، عباد الله، إن قلوب العباد محط ومحل نظر للرب تبارك وتعالى، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فهذه القلوب التي خلقها الله تبارك وتعالى وأودعها في أجساد المؤمنين هي محط أنظار الباري تبارك وتعالى. فالله عز وجل لا يعنيه صورة المرء ولا هيئته ولا تعنيه كل أمواله وممتلكاته، ولكن يعنيه هذا القلب، هذه المضغة، هذه التي أودعها الله تبارك وتعالى في جسد المؤمن وفي جسد عبده وفي أجساد الناس. إن نظر الله تبارك وتعالى إلى قلبك فرأى خيرا فأبشر بكل خير، فأبشر بكل خير. وموضوع الخطبة أيها الأحبة اليوم هو موضوع مهم جدا، وهو عبادة من العبادات التي قد يغفل عنها كثير من الناس. كثير من الناس قد لا يتنبه إليها، يتنبه إلى العبادات التي هي بحاجة إلى مجهود جسدي كالصلاة والصيام، عطش وجوع وحركات ووضوء ومجهود يقوم به الإنسان، ولا يتنبه أن هناك عبادات قلبية. هذه العبادات هي كذلك من أهم دخول المرء إلى جنات الله تبارك وتعالى.
من أهم الأسباب التي تؤدي إلى دخول جنة رب العالمين، وهي سلامة الصدر. سلامة صدر المؤمن، أن يكون صدرك سالماً من جميع الآفات والأمراض، أن يكون سالماً من الحسد، أن يكون سالماً من الغل، أن يكون سالماً من الكراهية والحقد والبغض للناس، أن يكون سالماً من الغش، أن يكون سالماً من كل مرض وآفة تقع في هذا القلب. فالأمراض، هناك أمراض جسدية، هناك أمراض قلبية قد تضعف القلب، تضعف هذه الأعضاء، وهناك أمراض معنوية. هذه الأمراض المعنوية إذا دخلت إلى القلب يصبح القلب في تضخم كبير، يفسد هذا القلب فلا يصبح صالحا، ولا يصلح الأعضاء، ولا يصلح صاحبه. تأملوا معي أيها الأحبة كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده والنسائي، وقال عنه ابن كثير رحمه الله إسناده صحيح، إسناده صحيح على شرط الصحيحين أي البخاري ومسلم. تكلم عن هذا وأعل هذا الحديث بعض العلماء، إلا أن كثيرا من أهل العلم من صححه ومعناه صحيح. رواه عن أنس رضي الله عنه وأرضاه، قال أنس: كنا جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكثيرا ما كان يحدث ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس بين أصحابه، فكان إما أنه يبين لهم أو يعلمهم مسائل من أمور الآخرة أو من أمور العبادات أو من المسائل التي تبين الفرق بين الدنيا وبين الآخرة، بين معايير الدنيا ومعايير الآخرة، وموازين الدنيا وموازين الآخرة. قال: كنا جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. تأملوا معي أيها الأحبة وتخيلوا معي أين الآن هو محط أنظار الصحابة رضي الله عنهم. سيد الخلق وهو بينهم يقول لهم: الآن يطلع عليكم رجل من أهل الجنة. فهم الآن في شوق وفي ذوق إلى أن يروا هذا الرجل الذي يمشي برجليه على الأرض، وهو نفسه سوف يمشي بهاتين الأرجل في جنات النعيم. فدخل عليهم رجل من الأنصار، دخل عليهم رجل من الأنصار تنطف لحيته من وضوئه، يعني الآن توضأ وما زال الماء على وجهه والماء يقطر من لحيته، يعني الناس اللي عم تشوفه كيف عم يقطر وجهه، يقطر لحيته تقطر ماء من وضوئه، وقد تعلق عليه على يده الشمال، يعني حامل منظره عم بنقط ماء من الوضوء، ويحمل في يده اليسرى نعليه، يعني وكأنه غير مبالي بهذه الدنيا، غير مبالي بهذه الدنيا، همه وشغله الشاغل إرضاء ربه تبارك وتعالى. فإذا كان من الغد، يعني اليوم الثاني، كذلك كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم جلوسا، فقال: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. مرة ثاني يوم، فطلع عليهم نفس الرجل الذي طلع للمرة الأولى. فإذا كان في اليوم الثالث وهم جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال لهم نفس المقالة التي قالها في اليوم الأول والثاني، وطلع عليهم نفس الرجل على نفس هيئته وحالته في المرة الأولى والثانية. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم وانتهى مع أصحابه،
الصحابة طبعاً الآن هم في شر، بدهم يعرفوا أولاً من هو هذا الرجل، ثانياً ما عمل هذا الرجل. فما كان من عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه بعدما قام النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه تبع ذاك الرجل، تبعه وذهب وراءه وقال له: إني لاحيت على أبي فأقسمت أن لا أدخل عليه ثلاثة، يعني اختصمت مع أبي، هناك خصومة بيني وبين أبي. وهذه ذكرها العلماء أن هذه الخصومة لم تكن على الحقيقة، إنما هي على التورية، يعني هي من المعايير. يقولها الإنسان يفر بها من الكذب، يفر بها من الكذب، وهذه هي ما يقال عنها التورية، يعني إن لاحيت أبي هناك بيني وبينه خصومة، يعني صورية ليست حقيقية، وإني أقسمت وهو أقسم فعلا أن لا أدخل عليه ثلاثا، يعني ما بدي أدخل عليه ولا نام عنده ثلاثة. فإذا رأيت أن تؤويني إليك حتى تنتهي فعلت، يعني إذا أردت أن تذهب لي معك إلى بيتك وأنام معك في بيتك عندك حتى تنتهي هذه الأيام الثلاثة فعلت. فقال أنس رضي الله عنه: كان عبد الله بن عمر يحدث الناس أنه بات عنده الليالي الثلاث، فما رآه يقوم من الليل شيئا، يعني هو بالمرة يعني في المرحلة الأولى هو ظن أنه سوف يرى منه عبادة عظيمة جدا، قيام ليل، قراءة القرآن، تسبيح، ذكر، يحيي الليل من أوله إلى آخره في طاعة الله، هذا ما ظنه عبد الله. فعندما بات عنده الليالي الثلاث قال: فما رأيته قام من الليل شيئا، يعني ولا شيء ابدا ابدا، الا انه اذا تعارض من الليل وتقلب على فراشه، يعني اذا فات بالليل استيقظ بالليل قلق يعني بالليل وتقلب على فراشه ذكر الله وكبر، ذكر الله وكبر حتى قام لصلاة الفجر، يعني كل يوم هيك ينام لا يقوم من الليل شيئا، إلا أنه إذا استيقظ أثناء الليل يذكر الله عز وجل، دائما الذكر لله سبحانه وتعالى ويكبر الله عز وجل، وإذا أذن الفجر قام لصلاة الفجر، قام لصلاة الفجر. قال عبد الله يعني بعد أن انتهت هذه الليالي الثلاث، قال يعني: غير أني لم أره يقول إلا خيرا، يعني هذا الرجل لا يقوم شيئا من الليل ولكن يذكر الله ولا يخرج من فمه إلا خيرا، إلا خيرا. فعندما انتهت الليالي الثلاث وكدت أن أحتقر عمله، يعني يشوف عمله وكأنه قليل ليس بشيء، يعني مقارنة لكثير من الصحابة وخاصة الحفاظ والعلماء والعباد والذين كانوا يحيون الليالي الطوال طاعة لله تبارك وتعالى، هذا ما كان يقوم شيء من الليل. فكدت أن أحتقر عمله، فجاء وسأله قال له: يا عبد الله، ليس بيني وبين أبي غضب ولا هجر، يعني ما في هذه الخصومة الكبيرة، إلا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك ثلاث مرات، سمعته يقول ثلاث مرات: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة فتطلع أنت في المرات الثلاث. سمعت عنه يقول ثلاث مرات وكل مرة أنت عم تطلع، وما رأيت منك ذاك العمل، يعني ما شفت منك أنك عم تعمل عمل كثير، فماذا الذي بلغ بك ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ شو الأمر اللي أنت بتعمله؟ ما هو الأمر الذي تقوم به؟ ماذا بينك وبين الله تبارك وتعالى؟ ما الأمر الذي تخفيه حتى بلغ ما بلغ بك ما بلغ من قوله صلى الله عليه وسلم في المرات الثلاث: يطلع عليكم رجل من أهل الجنة ثلاث مرات؟ هذا مبشر، مبشر أنه من أهل الجنة، لم يبشر بمال، لم يبشر بمنصب، لم يبشر بمكان في الدنيا، إنما بشر بمكان عالي في جنة النعيم، صح من النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أهل الجنة.
فما هو الفعل الذي بلغ بك ما بلغ؟ فقال له: ما هو إلا ما رأيت، هذا بس اللي شفته، هذا اللي شفته مني. فلما وليت، يقول عبد الله، فلما وليت يعني ذهبت، ناداني وقال لي: ما هو إلا ما رأيت غير أني، وهنا بيت الشاهد، غير أني لا أجد في نفسي لأحد من المسلمين غشا، غير أني لا أجد لأحد من المسلمين غشا، ولا أحسد أحدا على خير أعطاه الله لي. فقال له عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه: ذاك هو الذي بلغ بك ما بلغ، وهو الشيء الذي لا نطيق أو لا يطاق، يعني الشيء الصعب، غير أني لا أجد في نفسي على أحد من المسلمين غشا، يعني ما بغش أحد، ما بغش أحد، دائم صادق مع الناس، صادق في كل المعاملات، صادق في كل الأقوال، صادق في كل التصرفات، لا أغش أحدا ولا أرى الغش ذكاء أو قوة، ولا يعني لا يوجد في قلبي غش أحد، ولا يحسد أحدا على خير أعطاه الله إياه. والآن وكثير من الناس أنظارهم دائما إلى غيرهم، إذا كان له وظيفة يحسد عليها، إذا أعطاه الله من الأبناء والبنات يحسدوا، إذا أعطاه من المكان يحسدوا، إذا أعطاه شيء من المال يحسدوا، إذا أعطاه شيء يعني من الوظائف يحسدوا، أي عمل إذا رأوا منه أي شيء حسدوه على ذلك، والله حتى يحسدونه على الخير يحسدوه ما بيغبطوا. الغبطة مطلوبة، إنه أنت تتمنى أنه هذا الأمر الخير اللي هو موجود عند أخيك أن يبقى عليه وأن يكون عندك مثله. أما ذاك الحسود فإنه يتمنى أن هذا الخير الذي أعطاك الله إياه، وإن كان علما، بعض الناس تحسد الناس على علمهم، على علمهم وعلى صلاة وعلى صيام وعلى هداية، يعني على الأمر اللي هو إيش المفروض اللي هو يذكر الناس فيه، بيحسدوه على عمله وعلى علمه على أي شيء، على تصرفاته، على ما أعطاه الله من خير. والمفروض كما ذكرنا أنهم يقوموا بالغبطة، يغبطونه، يتمنوا أن يبقى ذلك الخير عنده وأن يكون لهم من الخير مثله، هذا مطلوب، هذا بخلاف الحسد. الحسد داء يقتل صاحبه، يضر صاحبه قبل أن يضر الآخرين. سلامة الصدر أيها الأحبة نعمة عظيمة من نعم الله تبارك وتعالى، ونحن نعلم أحبتي في الله أن الجنة كلها نعيم، ولا يوجد فيها ما ينقص العيش فيها أبدا. لذلك رب العالمين عندما وصف أهل الجنة ماذا قال؟ قال: إن المتقين في جنات ونهر، ادخلوها بسلام آمنين، ونزعنا ما في صدورهم من غل، ونزعنا ما في صدورهم من غل، يعني بده يعيش هذه الدنيا ويستجلب شيئا من نعيم الجنة، ينقض الصدر من الأغلال، من الأحقام، من هذه الأفئة، من هذه الأمراض. فهذا شيء من نعيم الجنة، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، إخوان على سرر زينها الله تبارك وتعالى بالفرش وباللؤلؤ وبالمرجان وبالحرير وبالياقوت وبكل أنواع الزينة التي أعدها الله تبارك وتعالى للمؤمنين. نسأل الله تبارك وتعالى أيها الأحبة في الله أن يجعلنا وإياكم على هذه الصفة المحمودة، هذه الصفة التي يرضاها الله تبارك وتعالى، وأن نكون منها. والنبي صلى الله عليه وسلم قد صح عنه أيها الأحبة عندما سئل: أي الناس أفضل يا رسول الله؟ أي الناس أفضل؟ قال: كل مخموم القلب، مخموم القلب صدوق اللسان. فقالوا: يا رسول الله، صدوق اللسان نعرفه، كل مخموم القلب صدوق اللسان. بس هنا أريد يعني أن أقف قليلا على هذه الكلمة مخموم القلب. كثير من الناس، ونسمع كثيرا يعني
على وسائل التواصل الاجتماعي وغير ذلك، كثير من الناس دائما يرددون ويدللون حول فكرة أن القرآن لغة عربية، القرآن لغة عربية وهو سهل الفهم، نحن لسنا بحاجة للتفاسير، هكذا يقولون ببرامج إعلامية كثيرة جدا في المواطن في البلاد العربية وفي غيرها، يقولون القرآن هو لغة عربية، نحن نستطيع أن نقرأ القرآن ونفهم، نقرأ القرآن ونفهم، لا يعلمون أن القرآن وأن السنة فوق فصاحة العرب، حتى العرب هناك أشياء كثيرة جدا ما سمعوها إلا من القرآن ولا يسمعوها إلا من النبي صلى الله عليه وسلم، فنحن بحاجة إلى تفسير النبي صلى الله عليه وسلم وإلى تفسيرات أهل العلم، والنبي صلى الله عليه وسلم سيد الخلق كان جبريل يدارسه القرآن، يدارسه القرآن، يعلمه القرآن، يقرئه القرآن، يعلمه المعاني، حتى الصلاة، حتى كل شيء كان جبريل عليه السلام يعلمه للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه السلام علم ذلك للصحابة، والصحابة نقلوا لنا ذلك، فلذلك لا يجوز أبدا أن نقول أو أن نتفرغ بالقرآن، نقول نحن نقرأ القرآن ونفهم من القرآن والقرآن سهل الفهم، لا، نحن بحاجة إلى تفسيرات وإلى تأويل النبي صلى الله عليه وسلم، وبحاجة إلى أهل العلم الذين فسروا وأولوا لنا وعلمونا الشريعة، أما الذي ينفرد بالقرآن ويقول هو يكفيني هذا ضال مضل وخارج عن منهج أهل السنة، عن منهج أهل السنة والجماعة. نعود أيها الأحبة إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل فقال عن أفضل الناس، قال كل مخموم القلب صدوق اللسان، فقال الصحابة رضي الله عنهم يا رسول الله صدوق اللسان نعرفه، يعني صدوق اللسان هو صيغة مبالغة، لم يقل صادق بل صدوق الذي يتحرى الصدق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر عن يعني الصادق الذي يصدق ويتحرى الصدق فإنه يكتب عند الله صديقا، نسأل الله أن نكون جميعا منهم. فما المخموم يا رسول الله؟ قال هو التقي النقي، التقي المخموم هو التقي النقي، يعني قلب نظيف، المخموم أي المنظف، قلبه كنس ونظف من كل الآفات ومن كل الأمراض التي تمرضه وتعله، التقي الذي ليس في قلبه إلا محبة الله تبارك وتعالى والتعلق بالله وبالآخرة، النقي الذي نقى نفسه ونقى صدره ونقى حاله من جميع الآفات والأمراض، الذي لا إثم عليه ولا بغي، لا يرتكب الحرام ولا يقع في الحرام وإذا وقع استغفر وتاب إلى الله، الذي لا إثم عليه ولا بغي يعني ولا ظلم ولا غل أي ولا حق ولا حسد، هذا هو الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وأنه مخموم القلب وأنه أفضل الناس، نسأل الله تبارك وتعالى أن يصفي نفوسنا، أن يصفي نفوسنا من الأحقاد ومن الآفات ومن الحسد ومن جميع الأمراض. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. كما ذكرنا أيها الأحبة في الخطبة الأولى أن سلامة الصدر هو سبب أو من أهم أسباب دخول الجنة، كذلك من أهم الأمور التي يحفظها أو تحفظها سلامة الصدر هي أنها تحفظ عليك حسناتك. النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا مرة مع أصحابه فقال لهم أتدرون من المفلس؟ أتدرون من المفلس؟ وهنا كذلك يريد أن يبين لهم اختلاف المعايير في الدنيا وفي الآخرة، اختلاف المعايير واختلاف الأحكام بين الدنيا والآخرة. أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، يعني بالدنيا بيننا نحن نرى أن المفلس يعني المفلس الذي ليس عنده ولا فلس، فقير معدوم على الآخر، أكثر من فقير، مسكين وأكثر من مسكين، ليس عنده درهم ولا متاع، يعني لا عنده مال ولا عنده شيء من أعيان المال، ما عنده عقارات ولا عنده أي شيء ولا مركوب ولا بيت ولا أي شيء أبدا. المفلس نرى يعني المفلس فينا الذي ليس عنده درهم ولا متاع.
قال المفلس من أمة الإيمان بقى إيش؟ الميزان يوم القيامة. هذا في الدنيا، مع أن الإنسان مهما كان غنيا والغنى يتراوح بين الناس، بعضهم يملك يعني مالا وسطا، بعضهم مالا فاحشا أو غير ذلك، والجميع يتساوى في النهاية، يتركون هذا المال ما استغلوا أو ما أنفقوا من هذا المال لوجه الله تبارك وتعالى يرونه يوم القيامة عند الله تبارك وتعالى. أما ما أبقوه فإنهم يدعوه ويتركوه ويوضع تحت التراب متر ونص، نص متر، نص متر، جميع الناس يتساوون في ذلك. ولكن في الآخرة هنا النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يريهم النظرة الثانية في العالم الآخر، في الجنة في الآخرة. قال المفلس قبل دخول الجنة في الآخرة عند الحساب، قال المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بحسنات كأمثال الجبال، مش عنده حسنات كثير، وفي رواية يأتي بصلاة وصيام وزكاة، يعني يأتي بأعمال كثيرة جدا، يأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وسبك دم هذا وضرب هذا، يعني آذى الناس بكل أنواع الأذية، ما ترك شيء إلا تفنى بأذية الناس بكل الأنواع. إذا بيستطيع أن يقتل أحد بيقتله ما بيهمه، بيستطيع يفتري على الناس بيفتري عليهم، بيستطيع يغشهم بيغشهم، بيظن ذلك أنه تذاكي وأنه شطارة وأنه مهارة، ولا يعلم أنه في ذلك يكون مفلس يوم القيامة، مهما جمع ومهما كان له من الأموال والأملاك بسبب هذه الأعمال يدعها ويكون مفلسا، لأنه يوم القيامة أيها الأحبة يوم القيامة لا يوجد درهم ولا دينار، يوجد حسنات، يوجد حسنات، فهذا يأتي بحسنات كأمثال الجبال، فيأتي هذا يعني الذي شتم والذي ضرب والذي تأذى منه والذي اضطر عليه، فيأتي هذا فيأخذ من حسناته ما في مال حتى يأخذ حقه، بده حقه، الله سبحانه وتعالى يقتص له منه، يقتص للمظلوم من الظالم، فيأتي هذا ويأخذ من حسناته، وذاك يأخذ من حسناته، وهذا يأخذ من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته انتهت ولم يقضي ما عليه ما انتهت السلطرة، فيؤخذ من سيئاتهم وخطاياهم وتطرح عليه ويطرح في نار جهنم، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. فسلامة الصدر أيها الأحبة هي سبب للراحة والسعادة والطمأنينة في الدنيا وفي الآخرة، وهي سبب عظيم لدخول جنة رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحا يا رب العالمين. إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم أهلنا مراشد أمورنا وأعذنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا رب العالمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقم الصلاة.